مشاهدينا اهلا بكم، تابعنا في الحلقة الماضية التكوين بالمعهد المتخصص في مهن السينما بورزازات، كما تعرفنا عن وضعية هذا الفن السابع بالمغرب. في هذه الحلقة سنتعرف عن ما تخلل الملتقى السينمائي الدولي تحت الخيمة، هذا الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الأفكار والمعارف بين طلبة ومهنيين هذا الفن من مختلف الدول الأجنبية والعربية. وقد عرف هذا الملتقى إقبالا كبيرا في السنوات الماضية، الشيء الذي جعله موعدا سنويا للتلاقح والتواصل بين مختلف الجنسيات. فنتابع وإياكم هذا الخاص. تحت سماء ورزازات، المدينة التي ظلت لسنوات يحوج إليها مختلف المخرجين العالميين لإنجاز أفلامهم، انطلقت فعالية الدورة الثالثة للملتقى الدولي لمعاهد السينما المعروفة باسم اللقاءات تحت الخيمة، وذلك بمشاركة العديد من المؤطرين والطلبة المتدربين من معاهد ومدارس عليا متخصصة تنتمي لعدد من الدول الإفريقية والأوروبية إضافة إلى نظرائهم المغاربة. هذه الأيام القليلة إن شاء الله غادي ننظموا الدورة الثالثة للقاء تحت الخيمة لمدارس الخاصة بالدولية الخاصة بمهن السينما، حيث أن الفكرة كانت في سنة 2010 هي فاش تنظمت الدورة الأولى وعرفت واحد النجاح، حكم أن لأول مرة نظمناها وشاركت فيها سبعة ديال الدول، سبعة المدارس اللي تتمثل أمريكا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، بوركينا فاسو، بالإضافة الكليات اللي هي تتعمل جاهدة في هذا الميدان السينمائي، منهم الكلية ديال تطوان عبد الملك السعدي، بنمسيك سيدي عثمان الطالبيضة، والقاضي عياد مراكش، بالإضافة إلى كلية متعددة الاختصاصات اللي تابعة لجامعة بن زهر بأكادير، كلية متعددة الاختصاصات ورزازات، كذلك بالإضافة لليساف اللي هي في مراكش، ولي اش بي اللي في الدار البيضاء. ستتاح الفرصة خلال هذا الملتقى الدولي المنظم من طرف المعهد المتخصص في مهن السينما بورزازات التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشراكة مع مؤسسة فيفاندي وجمعية متطوعي فرنسا للطلبة المتدربين لاكتساب وتبادل المهارات والاطلاع على بعض المستجدات الطارئة في مجال المهن المرتبطة بالفن السابع والإنتاج السمعي البصري على وجه العموم. Les rencontres sous la tente, c'est une initiative qui a été mise en place il y a 3 ans. Nous sommes à la 3e édition. Et cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cursus de formation de nos stagiaires à l'Institut spécialisé des métiers du cinéma. Ça veut dire que, tout simplement, à côté des ateliers qu'ils font dans l'Institut, cette rencontre leur permet de rencontrer des stagiaires, des formateurs, des directeurs, des professionnels venus des quatre coins du monde, afin d'échanger, de partager, de renforcer leurs compétences et leurs capacités dans le domaine du cinéma. Sachant que le cinéma aujourd'hui au Maroc, c'est un domaine qui est extrêmement important. Dans la pensée moderne et annonciatrice, ça fait grincer pas mal de dents. Il y a eu des débats sur son cinéma de début, on disait néocolonialisme, bon, beaucoup de choses comme ça qui étaient assez dures. Eh bien, sa pratique s'impose à l'image des Dogons, qu'il connaissait assez bien de mon point de vue. Les Dogons pensent que c'est par le désordre que les progrès arrivent dans le monde. Donc il n'y a pas de schéma narratif, il n'y a pas de scénario établi. C'est pas dans un livre ou dans une espèce de comment faire un scénario en 110 leçons ou en 110 minutes ou je ne sais pas quoi, vous trouverez la réponse du désordre. Le cycle, il y a fait d'être là, il y a une quête mahalia, où on va te prêter mon قلب المؤسسة. قلب المؤسسة, بمشاركة ما بين مكتب التكوين المهني وشركة فيفندي وفرانس فولونتير. هذو هما اللي
المنظمين الاولين واصحاب الفكره. من بعد فعلا فكرنا بانه تولي يولي واحد التنظيم اللي هو سنوي، بحكم ان النتائج اللي حصلنا عليها لا في الدوره الاولى ولا في الدوره الثانيه لاحظنا اقبال متزايد ديال المدارس الدوليه، حيت هذه السنه وصلنا في الجميع ما بين المدارس المغربيه والمدارس الاجنبيه حوالي 18 مدرسه وما بين معاهد وكليات الى اخره. بالطبيعه اليوم معناها ثوره والريفوليسيون، دونك في تونس باش تبدل برشا حاجات، باش تبدل النظام معناها التعليم، منظومه تعليميه باش تبدل، باش تبدل هذا الفكر نتاع المبدع، على خاطر قبل معناها مش خاطر صارت ريفوليسيون. المره الاولى اللي نحضروا كمعهد العالي في حرف بلقيس الجمهوريه التونسيه لقاءات ورزيجات تحت القيمه، وكان فرصه باش يعني نتعرفوا على مدارس السينما من العالم كله، بالطبيعه باش نتعرفوا على يعني السينما في المدارس المغربيه، وفرصه بالطبيعه باش نعملوا يعني تعاون دولي بين يعني المدارس، تبادل الخبرات الاساتذه والطلبه. وبصراحه معناها كان الجو معناها ممتاز في ورزيجات جميله، في ناس باهين كل، وفرصه لنا احنا كتوانسه يعني بعد ثورة تونسية زادة باش نتنفس شوية حرية بعد ما كنا مقموعين يعني على مستوى منظومة تعليمية سينمائية مدج. تكمن أهمية تنظيم هذه اللقاءات الدولية لمدارس السينما في كونها تشكل فرصة لتبادل التجارب المهنية والإنسانية بين مختلف الفاعلين والشركاء، فضلا عن كونها تعزز العلاقات في مجال الصناعة السينمائية بين مختلف مؤسسات التكوين المتخصصة عبر العالم. Directrice des documentaires, je suis toujours très curieuse du monde et des autres et ça m'intéresserait beaucoup de venir à la rencontre des étudiants ici parce que on m'a dit qu'ils étaient en demande de comprendre comment fonctionnait le documentaire, quel était son avenir, comment on le produisait, comment est-ce qu'on le produit à l'international, comment aussi on travaille avec les chaînes de télévision, quelles sont leurs demandes, leurs exigences. Et j'espère qu'ensemble on va pouvoir échanger et partager nos connaissances. Donc alimentation des bases de données, ressources humaines et images. Et tout à l'heure, donc si Andy va vous projeter, donc on procédera au lancement officiel de notre site internet de la World Film Commission, avec aussi la base de données interactive, la base de données donc database de World Film. Et il y a aussi un travail sur lequel on s'est lancé, c'est essayer d'élaborer un guide de production, à l'instar de ce qui se passe dans les autres sites de tournage cinématographique à travers le monde, un guide de tournage qui précise un petit peu quelles sont les bonnes adresses, quelles sont les pratiques. L'achat de l'étimat à Tsbah, on va à Jamel. البلان داكسيون اللي دار ولا البرنامج اللي دار العام اللي داز في 2011 وصوتنا عليه، وكان واحد البروغرام اللي هو ولا واحد اللي كان عنده واحد شي حاجه اللي هي رجعت مفاده بزاف في 2012 ان شاء الله في 2013. والحاله الثانيه اللي درنا عاوتاني الموضوع اللي درنا الثاني هو قلنا شنو هو برنامج العام ديال 2012 وشنو هما الموارد اللي يمكننا نعملوا لهذاك البرنامج اللي درنا في 2012 باش يمكن ورزات تكون معروفه اكثر على الصعيد العالمي وتكون تتقدم واحد المنتوج اللي هو لاستديوهات السينما ولا الناس اللي تيخدموا كلي فيغوران ولا هذوك الكومبارس ولا الناس الصناعيين التقليديين ولا لي تيكنيسيان كل شيء، باش هذه المدينه ورزات تتقدم لهاد الناس هادو. وتنظن بان تنواجه الان واحد الازمه عالميه اللي هي بدات في 2008 ومازال ما سالات، وتنظنوا ب 2012 غادي تكون حتى هي شويه صعيبه على في ميدان السينما. ولكن هذا هو الموضوع اللي كان مهم هذا الصباح، هو اش يمكننا نديروا باش نتفاداو هذه الازمه وباش نديروا اكثر من اللي كنا تنديروا العوامات الداز باش نردوا الثقه
فالمخرجين وهذاك في مدينة عزات اللي هي استقبلت كثير من الأفلام من سنة الستينات والسبعينات وهي تستقبل بزاف الأفلام. Je dirige depuis quelques temps, depuis 7 ans, presque 8 ans, la cinématographie marocaine, que nous avons de très grands moments de bonheur lorsqu'un film marocain naît, que dans les 20 à 25 films que nous produisons, il y a des films qui ne peuvent nous donner que de la fierté, d'autres un peu moins, d'autres qui existent parce qu'ils existent et ils n'ont pas à se justifier. فتشوف الطلبه اللي خارجين من المدارس كلهم الان متعلقين باش لان غدا غادي يندمجوا في السوق السينمائيه ديال الانتاج. بنفس الكيفيه غتتسائل مثلا حول المستقبل ديال الطالب في البوركينا او في تونس او في الكيبيك، نفس التساؤلات نفس الاجابات وفي الاساس ديال الاسس نفس الطموح. فالانسان تيجي تيشوف هادشي اللي واقع الان مثلا في ورزات هاد اللقاءات الحميميه ما بين الطلبه اللي تيتعلموا الان المهن ديال السينما، هادشي يعتبر بالنسبه لي سنعتبره كتكميل هائل لكل السياسه اللي تنهاجها المغرب منذ 10 سنوات على الاقل، واللي هي تتعطي واحد الاهميه قصوى كون واحد البلد بحال المغرب